السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة منزليكي. ما عودناكم في سلسلة المنتجات. اليوم جبنا لكم ساعة ذكية سمارت ووتش كيت اللي فيها ميزة تحديد المواقع وبزاف مميزات تخليك ديما قريبة لعينك. بوم نبداو. الساعة راح تكون كامل اون سيليكون كما راكم تشوفوا، فيها بزاف الوان خاصة بالبنات ولا الاولاد كما هذه. على الجنب نلقاو زرين، زر التشغيل وزر اتصالات الطوارئ، فلاش، كاميرا أمامية. نبدأ بأهم حاجة وهي لابوس. فوالا، هنا نلقاو لاباتري وهنا هي لابوس. تركب كما أي تليفون. أهم حاجة في الساعة راح تكون الابليكاسيون. فوالا كيف تجي الابليكاسيون. نلقاو الكود بار هذا. فوالا الابليكاسيون اللي تخليك تربي الساعة بالتليفون. هنا نكليكيو، هنا نلقاو كود بار. هذا الكود بار راح تسكانيه ديريكت في التليفون ويخرج لك هذا اللين. فوالا بون، هذه هي لابليكاسيون اسمها سو تراكر. ننستاليوها ونحلوها ديريكت كما راكم تشوفوا معنا. هنا تخرج لك اون باج تعمروا فيها لي كوردوني لادريس ميل. هنا نسكاني الكود بار اللي متواجد في الساعة. فوالا نكتبو هنا اسم تاع الساعة، كليكيو اوكي. راح تطلع لنا هاد لاباج ديريكت اللي نلقاو فيها لي زوبسيون كامل اللي مرتبطين بالساعة. فوالا نبداو بأهم حاجة اللي هي جي بي اس. نكليكي لهنا راح يعطيك ديريكت الموقع وين راهو بنك. نضغطو نافيغيت. تما يعطيك الموقع تاعو بالضبط بالنسبة ليك تيا للوالدين اون جينيرال. فوالا نكملو مع لي زوبسيون لي متواجدين. هنا عندنا لي كونتاكت تاجوتي لي نيميرو لي حبتهم يكونوا. اد تكتبي الاسم الرقم. فوالا هنا تشات، هاد لوبسيون تقدري تبعثي بها ميساج ولا ميمو فوكال تلحق للساعة ديريكت. فوالا راح تلحق ديريكت هنا كيما راكم تشوفوا. مام الابن يقدر يبعث ميساج. يبعث ميساج ولا ميمو فوكال عادي. هذا الميساج تاعو بين نقولو كوكو. فوالا دي لحقو الميساج. فوالا لحقنا احنا الميساج. هنا نقدروا نعيطوا.
نيرو نيميرو هاي طول الساعة ديريكت. نزيدو نروحو لي زوبسيون الاخرين. عندنا هنا فاميلي ممبرز لي نيميرو اللي حبتهم يكونوا تاع جوتيلو. هنا اليرت سنتر. هنا عندنا الاس او اس، هذه تاع جوتي فيها نوامر اللي بالضغط على الزر الاس او اس برك يقدر يعيط بلا ما يكتب النيميرو. هيا سيف زون، تحددي له المنطقه اللي ما يخرجش منها كون يخرج تلحقك النوتيفيكاسيون. لا باتري، اس او اس نمبرز، ريوردز، هذه ريوردز تبعثي لي نوتيفيكاسيون يلحقوا في الساعه. فوالا كيما رانا نشوفوا هنايا راح يلحقوا ديريكت لهنا كما راكم تشوفوا. فيها الالارم كلوك، فيها ديز اس ام اس. هنا تروجيكتيلو لي نيميرو اللي ما يقدرش يعيط لهم ما يقدر يستقبل لونغاج. مهم هذو ما كامل لي زوبسيون اللي متواجدين في الابليكاسيون. فوالا هذا هو المنتج تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى يكون نال اعجابكم، يكون الشرح فاتكم شويه. بسلامه ان شاء الله في لقاء اخر.